منطقة الحسين وشارع أم الغلام سمعنا عن عربية صغيرة بتبيع حاجتين ثلاثة، كبد فراخ وقوانص فراخ وكفتة وسجق. عم مصطفى بقاله هنا 20 سنة بيبيع نفس الحاجة وليه سمعة جايبة مصر كلها، فقلنا لازم نيجي نجرب وندوق بنفسنا ونشوف ايه موضوع هذه السيارة الصغيرة اللي بتبيع كبد وقوانص. مصطفى زاهر، انت 20 سنه في الشارع ده؟ انا متواجد هنا في الشارع من صغري، انا بقالي في المهنه دي في حدود ال 20 سنه، لكن انا مواليد الجماليه. الجماليه الناحيه الثانيه؟ هي انت هنا كيف منطقه الجماليه؟ أوكي. الجماليه شامله. الشارع اللي احنا فيه ده اسمه شارع ام ده شارع ام الغلام، متسمي على جامع ام الغلام اللي هو اللي جنبنا هنا. اللي هو مين ام الغلام؟ أم الغلام دي يقال إنها سيدة كانت متواجدة في الجامع ومعها الغلام ابنها، فالغلام جات له حادث أو توفى فدفنوه، فوالدته لما توفت من بعد كده دفنوه جنبها، فقالوا إيه هي ما كانتش مسمية هي باسم، فإيه سموها بأم الغلام. ما كانش عارفوا اسمها قصدك؟ حاجة زي كده. طيب تعالى نيجي للاكل، يعني دايما الناس بتبقى مهتمه بتختار الكبد الفراخ والقوانص بتاعتك ازاي؟ لا هو اكله الكبد والقوانص الناس بتختارها اساسا على اساس انها فريش، لانها ايه يعني تبيح كل يوم. اوكي. يعني انا مثلا الكبد والقوانص عندنا دي مثلا مذبوحه الصبح الساعه 6 مجزر يوم بيوم. اليوم بيوم. ما بتخزنش حاجه؟ لا لا لا، هي ما تنفعش كبده الفراخ تتخزن لانها ضعيفه، لما بتتخزن وتتلج بتضعف اكتر، لا طعم ولا بتنفع ان انت تشتغل بيها. انت شغال كبد وقوانص فراخ بس ولا في حاجه تانية؟ كبد وقوانص فراخ وسجق وكفته. وكفته. كفته انا عارف ان مش هدوقها، انا اتكلمت مع مصابر وقال لي بيبقى فيها شطه فانا مش هدوقها. هو دي خلطه صابر، شطه وثوم وبصل وبهارات، فدي خلطه يعني ممكن ابقى اخد كفتايه كده لوحدها دوقها بعدين مع مصابر من غير الخلطه. لكن طيب والسجق انت اللي بتعمله ولا بتشتريه من النجار؟ لا السجق بيجي تبع شركه، بتيجي شنطه مقفوله وزنها 5 كيلو. اوكي. انا ما بصنعش. بقالك كام سنه شغال مع نفس الناس؟ لا شغال مع نفس الناس. بقالك كام سنه شغال مع نفس الناس؟ في حدود 20 سنه يعني. هم من ساعه ما ابتديت ما بيغيرش. خلطه الكفته بتاعت عم صابر، خلطه الطحينه بتاعته برضه. صابر سر بتاعه. برضه مشطشط شويه، انا خدت بالي. ما هو هنا التحي شعبي. وبعدين الاكل نفسه بيحتاج ان انت تدخل فيه شطه وفيه بهارات، ده السكر بتاع الاكل والحلاوه بتاعت الاكل. السمين اللي هو بيحطه مع الطاسه. السمين اللي هو بيتحط مع الطاسه ده السكر بتاع الاكل نفسه. سكر يعني. يعني من غيره بيدي الطعم يعني. بيدي طعم. اي لحم بتاع اي حاجه من غير البدن بتاعه، من غير السمين بتاعه، الترويق بتاعه، ما يبقاش ليه طعم. هنيجي كمان للعيش. انت بتستعمل العيش العادي اللي هو بربع جنيه؟ العيش السياحي. السياحي اللي هو هسألك سؤال يمكن معلش بعيد شويه عن تخصصك، بس انت بما انك انت بتقدم منتج لعامه الشعب، يعني انت في منطقه شعبيه. هل غلط ان انت تديهم هم كمان يستفادوا بالرغيف ابو شيلن؟ يعني انت تاخد رغيف ابو شيلن وتبيعه رخيص؟ لا 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 لا، انا ماليش في شغل الرغيف ابو شيلن خالص. ليه؟ هو دلوقتي الفرن ما بيطلعوش بشيلن، الفرن بيطلعوا بشيلن بالبطاقه. استعمالات شخصيه. اما بالنسبه اما بالنسبه لي انا يعني عشان ممكن اروح اجيب البطاقه بتاعتي وهجيب بايه؟ بجنيه؟ ب 2 جنيه 3 جنيه. انا بستعمل مثلا عيش مثلا ب 50-60 جنيه ولا ب 100 جنيه. انا اللي كان قصدي يا مصطفى ان هو يبقى قانونا يعني من حقك ان انت كمطعم شعبي تاخد عيش شعبي وتبيع بسعر شعبي. هو يعني ده قصدي. يعني هو من حق الفرد اللي هو بيجي ياكل او بيجي ياخد طلبات، من حقه ان هو يشتغل في ياكل من الرغيف اللي هو بلده مدعماه، لان انا ما بزودش سعره. هو الرغيف عندنا ما بيفرقش في الطلب، يعني انت بتيجي مثلا بتاكل عندي مثلا طلب الطلب بكام؟ ب7 جنيه، ب8 جنيه، ب10 جنيه. الرغيف اللي هو الرغيف اللي هو ده الرغيف ده اللي هو اللي بقى قد القطمه ده، اللي هو بقى يتقفل كده قد القطمه ده انت بتبيعه بكام؟ لو كبده الرغيف ده مثلا كبده بيطلع ب7 جنيه ومعاه رغيف فاضي ومعاه سلطه.
مع رغيف فاضي ومع رغيف فاضي ومع سلطه، لان ده انت زي ما بتقول كده ايه قد القطمه. وهنا انت في حي شعبي عشان يشبع قصدك يعني. اوكي هنا في قوات خاصه. ايوه يعني هنا هنا مش يعني انت هنا ما في انت بتملى له ده وبعدين تدي له واحد تاني معاه، ورغيف فاضي معاه ومعاه سلطه ومعاه تورش، عايز فلفل اخضر معاه. اوكي بنعمل كام رغيف في اليوم تقريبا يعني؟ انا ببيع كام رغيف في اليوم؟ والله معدل يعني. هل الطلب عالي ولا لا؟ لا هو انا في الوقت الحالي، في الوقت الحالي مفيش طلبات عاليه. ليه بقى؟ بقالنا حوالي ازيد من شهرين بنرجع لورا. السوق هادي شويه. السوق هادي فوق العاده. يعني انا كان ساعات عليا بيجي عليا مثلا العشاء شطب الساعه 8 شطب، الساعه 9 شطب 10. النهارده انا ممكن اقعد ب 12 وبقيت نص البضاعه في الثلاجه. فعلا. رغم ان الاسعار بتاعتنا شعبيه. يعني انت لو دخلت اي مطعم مش مش هتكلم في سياحي. لا انت ده انت بتعمل طبق كشري. انا بتكلم في مطعم فول وطعميه، لو دخلت اشتريت فول وطعميه ورجليك راحت في بيضه مسلوقه ولا بيضتين مسلوقين تقوم تدفع 7-8 جنيهات، ده العادي. ملناش دعوه بالاسعار السياحيه ولا حاجات منها. انت بيجي لك سياح ولا انت بتشتغل على المصريين بس؟ لا المصريين، وساعات بعض السياح بيعدوا زي حضرتك كده مثلا يعدي. لا انا مش سايح يا عم، انا مصري يعني. عندك غرب مش من المنطقه. مش من المنطقه. ساعات مثلا يشاور مثلا على حاجه اعمل له سندوتش يعجبه يقعد ياكل، وساعات بيعجبهم الشطه الطلاينه جم كلوا من عندي اكتر من مره وبيعجبهم الشطه والاكل اللي فيه الشطه والبهارات والحاجات دي. طيب انا خدت كده فكره سريعه من مصطفى، انا عايز اخش بقى على الدواقه، عايز ادوق انصاص يعني، ادوق شقه كبده وشقه قوانص وشقه سجق. اوكي من غير حراق. ماشي. والكفته انا ادوق كفتايه كده لوحدها هاخدها من عم صاب. ماشي. محمد شقه قوانص، شقه كبده، وشقه سجق. والمخلل بقى وظبطني يا عم صاب. هنبتدي سجق سجق قلي قوانص كبد فراخ وبعدين سجق. نبتدي الاول بالقوانص. انتوا عارفين قوانص ليها شده كده غير الكبده. وبعدين كبده، هو كمان جاب لي الكفته كده لوحدها، هدوق واحدة لوحدها كده الخلطة بتاعت عم صابر. عايز اقول لكم كفتة عسل، هو واضح ان فيها بصل كتير عشان كده مسكرة، بس هي مش هتشطة حبتين. طيب وبعدين ندوق الكبدة. انا اللي عجبني انا اكتر حاجه الكبده، هم كلهم حلو، وجودهم او عليهم كلهم في نفس الزيت مخلي طعمهم قريب من بعض لحد ما تبتدي تندغ، فبتبتدي تبان الطعم بتاع كل حاجه. طبعا هي تقيله حبتين ثلاثه لان هو بيحط سمين مع القلي، فده مخليه دسم قوي قوي قوي. لما هو بيقولك رغيف ومعاه رغيف فاضي، ده انت يعني اوريدي انك تاكل الرغيف ده يلكمك لكمه حلوه. بس طبعا الناس الاحجام السمباتيك اللي زي ممكن ياخد لهم ايه رغيفين ثلاثه. عجبتني قوي الكفته رغم ان انا ملياش في الحراق، ولكن عجبني الخلطه بتاعته قوي. يعني انا ممكن طبعا ايه ابقى اعمل بعد الكاميرا بقى كفته زبده بتدوب في البق كده ومسكره، فواضح ان هو حاط فيها بصل كتير. بس طبعا فيه لطشه حراق في الاخر بقى ما اقولكش، مش قوي والله يعني، هستحملها.
بس هي بتزيد مع كل كفتايه الحقيقه. انا عارف انا هعمل ايه، انا هاخد كفتايه واحده على حته عيش قد كده بس بعيد عنكم بقى. اخر حلقتنا النهارده حلقه بسيطه وسريعه انا عارف، ولكن تفاصيلها كتير في المكان مش في الاكل. الاكل هم 3 4 حاجات اللي دقناهم. انا عايز اتكلم في حاجه تانية خالص، كانت من قبل ما اعمل الاكل ومن قبل ما ابتدي اشتغل في الاكل كنت دايما بفكر. المسؤولين دايما بيقولوا طب الدعم ما بيوصلش للمستحقين، الدعم ما بيوصلش للمستحقين. طب ما الدعم المطاعم اللي بتبيع اللي هو الشعبي، المطاعم الشعبيه اللي بتبيع للشعب، او يعني مش عايز اقول الغلابه لان هو مش غلابه، يعني هو قصدي فكرة الناس اللي داخلها على قدها بتاكل المطاعم دي. طب ما انت اعمل عليه رقابة ودعم، ده هيبيع بأرخص والناس كلها تبقى مبسوطة، يعني برضو طرق من طريقة من طرق وصول الدعم للمستحقين. تعال نتكلم بقى في الطعم. زي ما دايما بقول لكم الطعم، انا في حاجات طبعا تقيل عليا جدا. الكفتة طعمها تحفة، بعد ما بعدت عن الكاميرا ضربت لي كده سندوتش سواندش صغير يعني، ولكن تقيل تقيل لان هو بيعمله بطريقه حط لك دهن زي ما انتم شايفين ورايا كده مع الاليه وبتاع، بس يعني غدوه، يعني انت لو ضربت لك رغيفين انت هتكوع هتنام يعني. فتجربه حلوه وجميله، ولكن اجمل حاجه فيها مش بس البساطه والاكل، اجمل حاجه فيها كمان المنطقه. طبعا هو في حركه ذكيه، تبادل منفعه، لان انت بتتلكم هنا من السندوتشات وبعدين قدامك بقال تشتري منه حاجه ساقعه فتهضم، فما قصدي ايه، بينفعوا بعض يعني. هي تجربة كلها على بعضها تجربة حلوة بتثبت لي كل يوم ان مصر فيها كتير قوي، ومصر عندها كتير قوي تديهولنا، المهم احنا نعرف بس ناخد ازاي.